أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق العمل بالتوسعات الجديدة بالسوق الحضرية الجديد بمدينة الناصر شرق النيل. السوق بلغت تكلفته الإجمالية 15,933,000 جنيه، ويأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم 500,000 نسمة ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين وأيضا الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق. معمول بنظام أنه كل أي مواطن مصري يدخل يلاقي كل مستلزماته، سواء كانت خضار أو فاكهة أو كانت بقالة سوبر ماركت، أي نشاط أي نشاط موجود في السوق. طبعا اتعمل مول في حوالي 114 محل. المول ده متنظم على أساس يستوعب كل الأنشطة التجارية اللي بيحتاجها المواطن المصري. حقيقة السوق كويس خالص، سوق حضري منظم وفي كل الطلبات. عايز اشتري كل الملازم الموجودة اللي انا عاوزها، عايز الاقيها موجودة. المكان حلو جدا ونظيف، والمعاملة حلوة جدا من البياعين ومن القائمين على السوق. السوق حضاري وتمام التمام ونظافة وكله متوفر لينا، السلع كلها متوفرة، وان شاء الله الامور جاية احسن واحسن ان شاء الله.